قاعد بتلعب في المخزن وانا قاعد جوه عمال بدور عليه. انت بتستهبل وقاعد بتغني؟ ايوه دول، بس انا بحب الاغنيه دي قوي بتاعه المطرب الاستاذ اسماعيل ياسين. دي بتاعه اسماعيل ياسين؟ ايوه دول، ده انا سامعها بوداني في الفيلم لما كان عبد الحليم حافظ قاعد بيسمعها وكان معاه احمد مظاهر. مظاهر؟ يا ابني يا ابني اسماعيل ياسين الاغنيه دي مش بتاعته، دي بتاعه عبد الحليم. يا دول لا يا دول بقى، ما انا بقول لك انا كنت سامعها بوداني. هتكذب وداني يعني؟ خلاص خليك في غباوتك ما دام انت مقتنع بكده انت حر. اصل انت يعني معرضني قوي يعني يا دوله وبتكذبني. يا ابني لو عايز تغني حاجه لعبد الحليم قول لي انا اقول لك تغني ايه. ايوه قول لي يا دوله، ده انا حافظ كل اغاني عبد الحليم. يعني مثلا لو عايز تغني غني اغنيه مثلا يا لعبه الايام اللي هي بتاعه عبد الحليم اللي غنيتها ورد. حاضر يا دوله، ده انا حافظها. ايه صم يا لعبه الايام. أيام؟ ما معلش ده آخر يوم بقى ليك عندي نوفو. أول مرة دول، أول مرة بعد المليون مليون مرة عمال بتكسر لي كل حاجة، كل حاجة بتكسرها لي في البازار. معلش دول، يعني أنا مش عارف أنا معادك معايا ليه. معلش أنت جاي تخرب بيتي وخلاص. دول أنا أول مرة أكسر نوفو في المخزن. أول مرة مين؟ أنت ما سبتليش ولا حاجة، تسيبها لي سليمة. أنت مالكش أكل عيش معايا يا رمزي. إيه ده؟ يعني هي بقت كده؟ أه بقت كده، يعني لا ابن عمي ولا زفت. يلا يلا يا رمزي اطلع بره. يعني هي بقت كده؟ اه بقت كده. ماشي نتحاسب بقى، انت جبت اخرك بقى معايا دوله بقى نتحاسب. انت بتعمل لي كده؟ اه نتحاسب. ماشي انا ليه كام؟ ليه 350 جنيه عندك. ماشي ساحب مني كام لغايه دلوقتي؟ 370. يبقى انا ليه كام؟ 20 جنيه. ماشي هات. خد يا اخويا خد ال 20 جنيه بتاعتك اهي. ماشي ايوه، ما هياش هي حلوه نفسي وانا عملت زعالي كده كله تقعد تزعلي كده. دوله انا همشي. يلا امشي. ايوه انت مش مشغل قطه عندك. يلا بس بره بس بره. ماشي دوله مش عايز اي حاجه. دوله حبيبي قبل ما بس مش عايز اي حاجه ومش عايز اشوف خلقتك تاني. روح بقى غور من خلقتي مثلا اربع خمس سنين. ماشي طب تعالى لي على الجزء التاسع. يلا ماشي يا عمشي. يلا امشي. طب مش هتمسك فيا؟ امسك فيك بره. يلا بره. يلا بره. وبعدها بقى دوله قعد يترجاني بقى ويبوس في رجلي ويبوس في صابعي وفي سيف يدي. انا بصيت ايدك سيف يدك. ايه يا هبل سيف يدك؟ اخلص يالا. حبيبي مالك يا عادل؟ فيك ايه اللي جرى لك؟ اتغيرت ليه؟ دايما بتحاول تخبي البيبي اللي جواك. ايه ده انت حامل يا دوله؟ اهو بصي فاهم كلامك ازاي رانيا. ما تقوليش مصطلحات مكنيه بعد اذنك. بليز بليز بقى خلوه يعمل الحكايات بتاعته، اصلك مشوقتي خالص. كمل كمل ارجوك. بصي بقى قلت ام رانيا وخرجت بقى من عند دوله اللي هو هناك ده اهو. وبلاد تشيلني بقى وبلاد تزقني. ازاي يعني بتشيلك وتزقك ازاي؟ ولا اي حاجه. تلاقيك راكب اتوبيس والناس بيزقوا عشان يطردوه بره الاتوبيس. اخلص. اقعد بقى اكمل ولا تقعدوا تقطعوني بقى؟ لا كمل كمل بليز بليز. هو بغباوته نفس الغباوه. انت غلطان انك فتحت له الباب ودخلته اساسا. ربنا يخليك لي يا رب يا نقنق يا حبيبه القلبي. يا حبه الدرسي كمان. احكي كل اللي انا فاكره. يا انا كبتك في اهتى مكان في مصر عشان نعرف نتكلم بلاحتنا. لا تسمعي يا ساعه تعويك. الخليطه دي فيها عنوان المقبله اللي هنسلقها ومتان التنس بالظبط جوه المقبله. شوف الكلام لافف ازاي. ولا تسمعي يا ساعه تعويك وما تنحليس. وديني وديني يا عم. اللغوه اللي مكتوبه في الخريطه دي لمغرفي واحنا ميح عربي اصلا. لا على فكره انا بعرف الخليط كويس، بس زي ما انت شايف كده محادثه بس في الكتابه مع لفسغ البيف والبن وسيف البط. بقول لك ايه، العمليه دي في نطاق المستحيلات. احنا ناجل العمليه دي تايمز اكسبريس. يعني ايه يا سيد عويك؟ يعني قلبي عامل ايموشنال لما العمليه دي احنا نلغيها احسن يا علي عويك. لا يا سيد عويك انا مسهلك اسلق حمام وبط تاني. حرام عليك يا اخي، كفايه قله قيمه بقى. ده اخر مره تقتل البط نقلني في لساني. وديت سيف النتيجه اهو. عشان كده كنت بتاكل منه بنتين. طب عليكم. ايه ده؟ رمزي. ادول يا حبيبي. ايه ده رمزي في نايم في الشارع كده ليه؟ ايه يا حته انت مالك بقى؟ هتكرشني انت كمان؟ الله، هو عادل كرشك من البازار يالا ولا ايه؟ دوله
هو دايما كده، هو يعني ما بيتبلش في بقه فوله. اه هو ما بيبداش بقه فوله، هو اللي قال لي. اه عيني ادي حته مخلي بالي من البازار ومروقه له وحاطط له التماثيل يعني في عينيا والفراعنه كلهم فوق راسي والله والبرديات وكل حاجه. اه انا شامم بقى ريحه كده حاجه مش حلوه في الكلام ده. اخلص، ناوي تبات فين؟ ما انا هبات بقى عندك في القهوه بقى يا حته يا صاحبي يا حبيبي. لا يا حبيبي مش هينفع، المعلم بيجي يتمم بالليل. ليه بس يا حته؟ وانا يعني اول مره هبات عندك في القهوه؟ لا مش اول مره يا رمزي، بس كل ما ببات في القهوه رمزي بتعمل لي مشكله. اخر مره قعدت تلعب بالليل وكسرت كل الشيش. هي اللي كانت متكسره. اه والمعسل اللي جيت الصبح لقيتك واكله كله. قمت بالليل لقيت نفسي مهبط فاكلت بقى اي حاجه معسله. مهبط تاكل معسل يا رمزي؟ اه رمزي مش هينفع. ليه بس يا حته بقى؟ طب خلاص يا حته، بص يعني علشان انا مش هنام عندك في القهوه يا عم ومش هنام في البازار عند دوله، اديني بقى اي حاجه كده كلها بقى جعان. حاضر يا رمزي، انت صاحبي انت عارف يعني، بس انا معيش غير 10 جنيه تنفع؟ ماشي. بوبا 5 جنيه ماشي. طب هقول لك على حاجه. إيه؟ انت النص وانا النص يا عم. ماشي يا حته. معاك 2 جنيه ونص. استنى شوف كده. يا ده انت ابن حلال، ادي ال2 جنيه ونص بتوعي حبيبي، وادي ال2 جنيه ونص. ربنا يخليك يا رب. حته عايز اي حاجه تاني يا رمزي؟ خد خد البطاطا دي بقى هديه من عندي. لا مش قادر. مش امسك قادر. بقى الراجل قال لي خلي بالك منه. امسك. ربنا يعمر بيتك يا حته يا رب، يا رب يبقى كل الناس زيك كده. سمعت اللي انا سمعته يا سيد عويكة؟ سمعت يا علي عويكة. تاهت ولقيناها معايا يا سيد عويكة. وديني وديني تيلو بانيا. وطي صوتك يا ابني، انت وهو مش عارف انام، حتى الشارع مش عارف انام فيه. يا جماعة صحصحوا بقى، لحسن اللي أنا هقوله ده أهم من اللي أنا هقوله بعديه قوي. لا أنا مش قادر خالص، أنا هخش أنام لأن أنا عمالة أقاوم النوم من الصبح. احكي الحكاية دي بعدين. تصبحوا على خير. بالأهل يا ماما. مواوسي مواوسي أتموا. أنا عندي تشوقات جدا علشان أسمع القصة بتاعتك، بس أنت بجد لونجر، بكرة تبقى تحكيها لي. يا ربنا يخليك يا رب. بنوين نقنق بنوين وحشتنا. ربنا يخليك. المصيبة المنيل ده شكله هيطول. بقولك يا ودي عنتر، خليك انت قاعد كده علشان تحكي لي المنيل ده لقيه الصبحية. لا انا عيني متغفل، انا اخش انام واسيبكم عالم حكاية رمزي. وانا كمان هخش انام علشان عندي محاضرات الصبح. تصبح على خير يا عم رمزي. انت من اهله يا ياسمين. كويس قوي يا بيبي، كلهم دخلوا وناموا بقى واحنا بقى نكمل السهره مع رمزي بالحكايات. صلي بينا على النبي يا رمزي. اللهم صل عليه يا رب. بس يا ستي انا بقى قابلت في الحكايه بتاعتي دي يعني وقعت كده في ناس اهل خير يعني، وناس كلهم كرم واهل خير ولاد حلال. علي عويجه وسيد عويجه. علي عويجه وسيد عويجه ده قابلتهم في انو غيط حمام دول؟ ايوه. اقعد اتريق بقى كده، اقعد ده يا تسمع يا تدخل تنام. انا اسف يا رمزي بيه، اتفضل. يا بيبي حبيبي، ما هو في ساعات كده بيبقى ناس اسميها وحشه قوي كده تخوف، بس هما بيطلعوا في الاخر باركيو. يا جهله يا اللي اسمك رانيا، بيقول لك علي عويجه وسعد دور عويجه، هيجي من الاسامي دي خير ازاي؟ سيد سيد هو يعني سيد عويجه وعلي عويجه دول في الاصل يعني اصلا كانوا حراميه بقى وز وحمام. يا سلام. طب والفراخ نظامها ايه معاهم يعني؟ لا هما كانوا اكيله فراخ. لا لا دونت بليز، ما تخشش في منطقتي بقى، لان معروف علميا انه الشخصيات الاجراميه تميل اكثر الى اللحوم الحمراء وتبعد عن اللحوم البيضاء، وده معلومه مؤكده ما حدش يناقشني فيها لاني فاهمه قوي. ما حدش هيقدر يناقشك ابدا يا رن، اتفضل كمل. حاضر يا دوله، حاضر بالراحه يا عم. اصل انت ما شفتش اللي انا شفته. اللي انت شفته هو بغباوته بتفتح له الباب ليه؟ يا ساتر يا رب. ايه مفيش حد غيرنا. طيب ماشي. طب بقول لك ايه، اقفل الباب ولا اسيبه؟ اقفله طبعا عشان ما حدش يسمعنا. ماشي ماشي. يا ده تقيل قوي. طب بقول لك ايه، احنا نسيبه بقى ونوطي صوتنا. ماشي يا سيدي هنوطي صوتنا، بس تعالى بقى اتفضل. بص بقى يا اخ، انا اسف والمصحف ماشي. بص بقى يا اخ رمزي، بقى خلف سلامه وسلامه فين؟ مش عارف راح فين سلامه، وانا ما اعرفش اصلا حد بالاسم ده. معلش سيبك منه، خلص خليك معاه وركز. بص ركز معايا يا رمزي، ركز معايا. ماشي. بقى الاول سالت اخله ايه؟
مش عارف بصراحه، انت عمال تسال اسئله مايعه قوي. لا هو انا مش عارف اخره ايه يعني. انت راكب ايه الاول يعني، ولا جاي منين يا عم؟ راكب ايه ايه؟ لكس معايا حلام عليه تنتخ مني يا عمي. ده غلط معلم بيحصل ده. غير الحوار دي، غير الاسئله، تشالنج. اعمل له ايه؟ لعبه افلام؟ ماشي. فيلم مسرحيه يا عم؟ فيلم. ماشي ماشي. تلمة واحده. ماشي. الموميا، الهروب. تصدق انا قلبي راجع عمل ايموشن الان. احنا نلغي العمليه دي كلها ولا ايه؟ لا انا مش هلك عسل حمام وبط تاني ساعه عويك. طب سيبوه انت بقى، خص عليه. بص يا ابن عمي، انا ماليش حد ابن عم غير دولة بس. اللي بص ابن عمي ده معرفش. بص يا ابن خالتي. ماشي. من الاخر احنا طالعين مشوار شمال. من الاخر كتاتا طالعين نسلق مقبله مبولة. يا عم نسرق حاجه عدله. طيب ايه اللي مبوله نسرقها يا عم؟ مبوله ايه يا حلام عليك؟ مقبله. مقبره. ايوه. اصل انت يعني بقول بطع كده يعني. لا معلش. طب وهنسرق فيها ايه يعني؟ دول كلهم ميتين يا عمي، وكل اللي بينزل فيها كده يعني بيبقوا على الحميد المجيد. انا عندي فكره تانية، احنا نسرق بقى القهوه بتاعت الواد حته. ايوه الواد البازار بتاع الواد دول ابن عمي بقى نسرقه كله، وانا عارف مداخله ومخارجه رجاله. يا عم بسال ايه؟ مقبله في العوني، في العوني اللي فيها الموميا بتمشي تهدى. ايوه هم ميتين برضو. صدق صح. لا بس دول ميتين فرحنا معاهم كنوزهم يعني. وديني وديني. يا ولاد الزيلة. يا ولاد الزيلة. انا بحسبكم طيبين. لا احنا اسلال كتن على فكره. والله ما كنتش واخد بالي خالص ان انتوا اشرار. لا اسلال كتن. بص يعني هنا بتطق سلال والله. بس كانت متخبيه من النضاره دي يا عم. ما لسه هسمي اسمالكه. بس بص بقى سيد لمس. ماشي. احنا هنقسم الشغلانه دي علينا احنا الثلاثه. احنا الثلاثه؟ انا بقيت منكم؟ ايوه انت واحد مننا دلوقتي. احنا هنحفر ونكسر ونعمل الحلقات دي. ماشي. انت بقى تقول اللي عليك. تقرا البرديه دي وتقول لنا مكان الكنز فين بالظبط. اقرا ايه؟ مش عارف يعني. تقلا ايه؟ انت مش بتعرف تفهم تقلا الاخليفي ولا ايه؟ لا ما بعرفش يعني بصراحه. ما بتعرفش ايه؟ بصراحه ما بعرفش وانا هكذب يعني. ما بتعرفش ايه؟ اي كتفي كتفي كتفي. لا 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 ده انا بعرف. لا بعرف ده انا ده ده انا حتى يعني بقعد كده هون بقى اكلم التماثيل لوحدي كده هو في البازار بالهيروغليفي، وبعد بقى اشخط فيهم واشتم فيهم كده هو، ولا حد بيقدر يفتح بقه معايا. اصل انا واد لبط لبط يعني ما تعرفنيش. ايوه كده هو ده هو ده. وديني وديني. هنسرق ايه بقى بالظبط عشان ابقى فاهم؟ معلش شكله ذكي وهينفعنا. بصوا اكلوني وبعدين نسرق على طول بقى. وتصفوا عايزين ننام. فضحنا فضحنا.